صباح الخير. الحقيقة أنا ليا سؤال، أنا أمتلك شركة كبيرة ولا طابورة؟ يعني أغيب 5 أيام أرجع ليا التسيب ده؟ حد يرد عليا؟ زي ما حضراتكم كل أول شهر بتطالبوا بحقوقكم، شوفوا واجباتكم. دينا فين؟ الله؟ فين دينا؟ ما حد يرد! الحمد لله على السلامة يا مستر عبد الله. خير في إيه؟ خير؟ هيجي منين الخير؟ لما يكون عندنا تسليم شغل هاني ومتأخرين عليه، ده يبقى خير؟ حضرتك عارفة إنك في شركة كبيرة ولا لأ؟ أنا اللي يمكن أسمح بالتسايب ده. لو مش عارفة أنت شغالة فين؟ تقدري تقدمي استقالتك. ولا كلمة. ورايا. اتفضلي اقفلي الباب وراكي. كلام فاضي. مفيش التزام. وحشتيني يا دودي أوي. أنت أكتر يا عبودي. كان لازمته إيه كل الزعيق اللي أنت عملته ده؟ هنت عليك؟ حركتين بس عشان محدش ياخد باله. إيه بقى؟ مش يلا ولا هوبا؟ لا هوبا. هو ده بابي. اهلا نيللي حبيبتي، وحشتيني قوي. هاي بابي. هاي روح. طيب يا دينا اتفضلي، بس اياكي تروحي عشان عندنا شغل كتير. ها اخبار جنيف ايه؟ ولع ولع. ارهاب برضو؟ لا اسعار. ارهاب ايه؟ تعالي ارتاحي. انا مبسوط جدا النهارده للدرجه دي. انا وحشتك؟ لا خالص يا بابي، انا خلصت الليمت بتاع كريدت بتاعي ولازم اشتري شانيل باك باك الجديده. بس كده؟ هي دي حاجه بسيطه. انا بقالي 3 أسابيع ماشيه بستيلا ماكارتني، هفضل عايشه بيها طول حياتي؟ يا حبيبتي اطلاقا، انا مستغرب فعلا انت ازاي ماشيه بستيلا ديت. ما تجيبي سقاره ولا حتى هينكل. ايوه يا سو. انا اللي انت روحتي فين؟ سو انا بقدرش اقعد في مكان اكتر من كده، وبعدين انا عملت اللي انا عايزاه خلاص. سلمي لي على سو. ايوه انت هتجينا على عزم مامت بيكو ولا هتعملي ايه؟ انت فاكراني فاضيه؟ انا ورايا حاجات كتير قوي، لسه عندي بول دانسينج كلاس، وبعده عندي يوجا، وبعدين عندي بيلينج، وبعدين هعمل ضوافري. كل ده مش عاجبك؟ يا بنتي مش هينفع نسيب البنت في الظروف دي، مامتها لسه ميته. انا مش بحب الاعزيه سو، وبعدين ما بحبش بيكو اصلا، فمش هاجي. نيلي ما تنسيش تسلمي لي عليها عشانك. بابي ثانيه حبيبي بتكلم. اوكي. طب انت عارفه مين هيبقى هناك؟ شادي. طب تحبي نتقابل هناك ولا تجيلي؟ ابعد عليكي. باي. طيب اوكي باي. باي ايه؟ اديكي قفلت وما سلمتيش عليها. بابي انا هتاخر النهارده. لا يعني ايه تاخري؟ احنا قلنا مفيش تاخير بعد الساعه 2. معلش عندي عزا مهم جدا لازم اروح. عزا ايه اللي في اخر الليل ده؟ ليه في الجندول ولا برازيانا؟ بابي ممكن اقول لك حاجه؟ اتفضلي. انا بجد مش عارفه ازاي مامي الله يرحمها الست كلاسي الشيك شي واز كوين، مش عارفه ازاي كانت مندمجه معاك. انت كل حاجه بتحبها بلدي. الويج اللي انت لابسها دي بلدي. ويج ايه يا حبيبتي؟ دي باروك. دي عامله زي بتاعه المغنيين. ما تجيب واحده زي بتاعه نيكولاس كيج. عندك حق، انا كنت رايحه اجيب فعلا اجيب واحده رزي، بس قالوا لي مفيش اكس لارج. بابي مش دي بس اللي بلدي، كل حاجه بلدي. كلامك، اصحابك، السكرتيرات اللي بيشتغلوا عندك هنا كلهم بلدي. يعني البنت اللي قبل دي اللي شعرها كيرلي كانت احسن شويه. بليز بقى بلاش الجو ده عشان ما اتكلمش كتير. ما قلتليش هذا كام فلوس؟ عايزه $5,000. I love you by the way. I love you too. يلا ناخد سيلفي عشان احطها انستغرام واقول لك الحمد لله على السلامه. شريهة. خالتي خالتي. بنتي يا شريهة. خالتي. عامله ايه يا حاجه؟ ما ينفعش تقفي تكلميها كده. يو يا اخويا دول كلمتين بس. استنى بس. دي تعليمات الباشا المأمور برضه. وانت طب وماله التعليمات اوام؟ خد يا اخويا عفو. لا 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 انا ما بشربش غير اجنبي. اعملي حسابك ان المره الجايه اكون اجنبي بس ما تطوليش معاها قوي. ان شاء الله المره الجايه. ايه يا بت ما تمسكي نفسك شويه، اجمزي كده. مش قادره يا خالتي، مش قادره هموت وادخل الحمام ومش عارفه حتى اقعد من البتاعه دي. امسكي نفسك بس شويه دلوقتي وبلاش تقعدي، خليكي واقفه لحد ما اشوف الظابط ده سكته ايه. لو سمحت مكتب البيل مامور فين؟ ايه ده؟ استاذ عبد الله. ايوه. اوبا اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ عبد الله؟
الحمد لله. انت مش فاكرني ولا ايه؟ سامحيني الحقيقة لا. انا صباح. صباح بتاعت المقطم؟ مقطم ايه يا استاذ عبدالله؟ انا صباح اخت شادية مرات عبد الحليم. هي شادية اتجوزت عبد الحليم؟ اه صح، في معبود الجماهير. معبود الجماهير ايه بس يا استاذ عبدالله؟ ما تفوق يا اخويا معايا. عبد الحليم اخوك. عبد الحليم اخويا. ست صباح ازيك؟ طبعا لك حق ما تفتكرنيش، ما انت بقالك زمن ما بتسألش، حتى ازيك مستخسرها مستخسرها ما بتقولهاش. لا ده كده مش صباح بقى، ده كده جورج وسوف. ها اللي احنا نهارنا ابيض ولا حاجة؟ ان شاء الله. يوم نسيت البيت. شريهان سلمي على عمك يا شريهان. ازيك يا عم؟ ازيك يا شريهان؟ شريهان بنت عبد الحليم اخويا. يا كبرت واتدورت ما شاء الله. فين كانت لبناية صغننة كده؟ ايه يا شريهان؟ عاملة ايه يا حبيبتي؟ وايه اللي جابك هنا؟ والله العظيم يا عمي انا مظلومة، في واحدة زبالة خبطتني بعربيتها، وبدل ما يرموها هي في الحجز رموني انا في الحجز، وهي قاعدة فوق حاطة رجلي على رجل. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. يعني منهم راكبين عربيات يا استاذ عبد الله؟ طبعا، ما تلاقي ابوها تاجر مخدرات ولا رجل اعمال من اللي بيدفعوا رشوه قد كده. المهم انت كنت جاي الاسم تعمل ايه يا استاذ عبد الله؟ لا ما هو غالبا انا تاجر مخدرات ابو الزباله الواطيه اللي حاطه رجل على رجل فوق، وحسبي الله ونعم الوكيل. لا ست صباح انا بكرر اعتذاري عن اللي حصل النهارده. نيلي والله طيبه قوي بس هي عصبيه حبتين، بس صدقيني قلبها زي الفته البيضة بالظبط. قصدك البفته البيضة؟ ايوه بالظبط، هي البفته البيضة. ولا يهمك يا سي عبد الله، حصل خير. اهي برضك زي اختي الصغيره بالظبط. هي شكلها حلو وبنت ناس، بس ما شافتش تربيه. أنا برضو مقدر البهدلة اللي حصلت لكم النهاردة في الاسم. عادي، احنا متعودين على كده. بس تصدقي رغم كل ده أنا مبسوط قوي إني شفتكم النهاردة، زي ما تقولي كده ليكم شوقة. القلوب عند بعضيها يا سي عبدالله، انت كمان كان ليك وحشة. طيب ما تيجي. أجي فين يا أخوي؟ في الفيلا، في الفيلا عندي. ما تيجي بكرة تشرفونا نتغدى مع بعض، والولاد يقعدوا مع بعضيهم واحنا كمان نقعد مع بعض ولا ايه؟ وماله؟ نيجي يا سعبد، وهو البنات يقعدوا مع بعضيهم واحنا كمان نقعد مع بعضيهم. هو ده. انا مش عاوز كسوف بقى، ده بيتكم. ها يجعله عامل. اهلا وسهلا. يا سلام، قد ايه انا مستمتع باللمه. انا عندي اقتراح، ايه رايكم لما نتلم اللمه دي كل يوم جمعه؟ لا الجمعه مش هينفع، بيبقى عندي شغل. بتشتغلي يوم جمعه؟ ليه انت بتشتغلي ايه؟ ما بحبش اتكلم في الموضوع ده. اسكت يا استاذ عبد الله، الناس خيبتها السبت والحد، وهي خيبتها الاثنين وما وردت على حد. بس يا خالتي. بسيت. ليه يا حبيبتي انت بتشتغلي ايه؟ حضرتك انا الصبح بشتغل في الشهر العقاري، وبعد الظهر بشتغل كاشير في الشبراوي، ويعني بالليل بنزل اشتغل مع خطيبي. ما شاء الله، ثلاث شغلانات على كذا، ثلاث شغلانات وبلوزه. لا لا لا، الاسبوع الجاي تجيبي ورقك وتجيلي الشركه طبعا، ومرتب مبدئي 5000 جنيه. وحياة امك. وحياة امي. اسفه يا عمي، اصل يعني الخضه بس اتخطيت، معلش بجد. طبعا يا بنتي، ازاي يبقى عمك صاحب اكبر شركه للشحن في الوطن العربي كله وتتبهدلي البهدله دي؟ ها ربنا يعلي ما قصدك واشوفك في اعلى المراتب يا سي الاستاذ عبد الله يا ابني ميمي وميكي. ميرسي، حلوه قوي الدعوه دي يا صباح، خصوصا موضوع المراتب. خلاص انا هاجلت ساعه كده وهاجيلكم. اقفلي دلوقتي هكلمك تاني. نيلي انت جيتي يا حبيبتي؟
جت من نادي نيلي. نادي ايه يا عمو؟ هو لا مؤاخذه النادي ده فوق. ايه كل ده يا بابي؟ انت مش قلت هتغديهم وتمشيهم؟ ايه يا بنت تغديهم وتمشيهم؟ دي احنا جايين من الشارع. انت بتتكلمي ليه اصلا يا بتاعه؟ انت حد كلمك؟ هو انت عايزين اسمع شتمتي بوداني وافضل قاعده ساكته؟ هو انا مش هتمتكيش اصلا، بس لو عايزين اشتمك ممكن. نيلي بس يا بابي. لا بس بجد يا بابي، وريني كده يا حبيبتي هتشتميني ازاي وانا سايب عليكي لساني يبردك برد. لو هتسيبي عليا لسانك انا ممكن اسيب عليكي كلابي. جرى ايه يا استاذ عبد الله؟ ما قلت لك يا اخويا تعمل كنترول شويه. طبعا طبعا نيلي. وبعدين شريهان انتوا بنات عم يعني زي الاخوات بالظبط. بابي انا قلت لك بس حصل. لو سمحت ما تتكلمش بقى، انا هعرف اتصرف مع الناس دي. وبعدين ايه اخوات دي؟ احنا مش اخوات اصلا. جرى ايه يا بنت انت؟ مالك متنيه ومفروض علينا كده ليه؟ ما كلنا اولاد تسعه. انا بنت اتنين بس اللي هم بابي ومامي. لو انت بنت تسعه شوفي الموضوع ده مع مامتك. اخرسي يا واطيه يا زباله يا بنت الوطيه. انت اتجننتي تدفعي عليا السكينه في بيتي؟ اقف عليك السكينه بالمعلقه والشوكه كمان لو تحبي. قولي الحمد لله ان احنا بناكلكم. يا بنت قسما بالله على جنبك مجتمع السلطه. في سوء تفاهم مش اكتر. انا هفهمها حبيبتي، هي تقصد تسع شهور ان اي ست بتبقى حامل الحمل الطبيعي تسع شهور. لفة بعيدة قوي. انت مقتنع اصلا باللي انت بتقوله ده؟ بابي انا لازم امشي عشان عندي ميعاد. لما ارجع مش عايزة الاقي المناظر دي في البيت. لا بقى ده كده كتير قوي يا استاذ عبد الله. يلا بينا يا شريهان. يلا يلا يا اختي، ده احنا اتهزقنا على الاخر. لا عاش ولا كان اللي هزقك وانا موجود يا ست صباح. ولا عاش ولا كان ايه؟ اسكت بقى ما تخلينيش ادهم لك. اوعى ايه من وش. يلا يا خالتي يلا. يلا اسكت. اديني سكت. عمو طبعا الخلاف اللي حصل بيني وبين بنتك قليله الربايه ده ملوش اي علاقه بموضوع الشغل اللي بيننا، يعني عشان اثبت لحضرتك قد ايه انا بروفيشنال في الشغل. بعد اذن حضرتك. اتفضلي يا حبيبتي. خد جيب الهنا والشفا. ايوه مرتين ست صباح. اسلم ايدك يا بتاوي تعيشني. تحت امرك. يا سلام، انا ما اكلتش اكله بالطعامه دي من 22 سنه و8 اشهر. يا اخويا بالهنا والشفا، هو انت اكلت حاجه؟ طب ده حتى راس الخروف اللي احنا طالبينه لسه ما اكلتش نص. لا انا تمام كده، كفايه قوي. طب خد الكارع ده من ايدي عشان تسلق طول. لا لا مش هقدر صدقيني. طب حته الليه دي بقى عشان تحلي بق. احلي بقي بليه؟ دي ممكن بقى تقف عندي في الاورطه وتجيب اجلي. انت بتتدلع، ما انت زي البغله اهو ما شاء الله. خد بقى ما تكسفش ايدي. وانا برضو اقدر اكسف الايد اللي زي المربى دي. عسل يا سي عبد الله. طب يلا بقى نخلص الاكل عشان نخش على القنبله. قنبله؟ يعني ايه قنبله؟ الحلو يعني. الحلو اسمه قنبله؟ يا اخويا هما اللي بيسموها كده، اصلهم ناس مبالغه. اه وعباره عن ايه بقى القنبله دي؟ هو رز بلبن بالقشطه بالعسل بالمكسرات بالفواكه بالبسبوسه والايس. يا حزني يما. يا بت مالك يا بابي؟ الناس المتخلفة دي عملت فيك ايه؟ ما تحاسبي على كلامك يا بنت انت. هو عنده ايه لو سمحتي؟ هتعرفي كل حاجة من الدكتور. اهو جه. مساء الخير يا جماعة. ايه الأخبار يا دكتور؟ والله تعبان جدا، بقالي يومين صاحي ورجلي مش قادر أدوس عليها، بس ما تخافيش عليا هبقى كويس. أخاف عليك ايه؟ وأنا أعرفك أصلاً؟ أنا بسألك عن بابي. أستاذ عبد الله؟ لا ده هيخف، ده ما تقلقيش عليه، هو بس أول ما جه كان حالته تصعب على الكافر. جابوا له دكتور البطنه كشف عليه وكلموني جابوني وانا يا دوب لسه داخل انام. اصلا انا كان بقالي 36 ساعه ما نمتش. انت اسمك ايه؟ نيلي. بقالي 36 ساعه ما نمتش يا نيلي، غير موضوع رجلي ده اللي مش قادر اقف عليه. ورغم كده جيت. وجيت له عملت ايه بقى؟ عملت اشعاعات وتحاليل وكل اللازم. وايه اخبار التحاليل؟ والله في مشاكل، اليوريك اسيد طلع عالي جدا وغالبا هو ده اللي عامل لي الوجع في رجلي. انا كنت محتار في رجلي ده ما بين اليوريك اسيد ولا الكروكس الجديد اللي هو المخطط ده. انا مالي انا ومال رجلك وقرفك؟ انا بسالك عن بابي. تعبان؟ كويس؟ محتاج يرتاح؟ محتاج دواء؟ دواء؟
سعاد ازاي ما تفكرنيش بالدواء؟ نسيت تدي بابي الدواء؟ لا نسيت انا اخد الدواء، كان المفروض اخده من ساعتين. مالكش دعوه بنفسك انت، انا بسالك عن بابي، هو حالته ايه؟ استاذ عبد الله؟ لا ده هيخف، بقول لك المشكله فيا انا. سعاد اديني السماعه. لا سمعت الموبايل، عايز اطمن على الاولاد. يا خبر خير، ساعتي مأخرة جامد. ما تقلقيش عليه، هو بس لخبط في الاكل شويه. لخبط في الاكل ازاي؟ كلت ايه؟ والله ما كلت حاجه من الصبح، ده انا اصلا بصحى من نجمه عشان اجي المستشفى لان انا ساكن في العاشر. يخرب بيتك انت، انا مش بسالك انت، بساله هو. اكلوك ايه الناس المتخلفه دي؟ الله، طب وانا مالي؟ هو اللي اتفس وكل طبق المخاصي كله لوحده. يعني ايه مخاصي؟ اه ايه يا جماعه مش بتردوا ليه؟ يعني ايه مخاصي؟ ايه مخاصي دي يا دكتور؟ طب دي اشرحها لها ازاي دي؟ قولها. اقول لك عادي؟ ايوه قول. مخاصي انت ازاي تقول لي كده؟ وانت يا ستي قللت الادب، ازاي تاكلي بابي الحاجات دي؟ لا بقى، لا يا خالتي سيبيها لي انا. طب معلش يا جماعه، يعني قبل ما تتخانقوا استاذن انا بس عشان عندي معاد دكتور. طب كلمني ها، يعني هقوم بالسلامه واجي لك. خد بالك من نفسك. حاضر. بقول لك ايه يا بنت، انت تتكلمي معانا عدل بدل ما اديكي قلم اتففك سنانك. على فكره انا كمان ممكن اديكي قلم اتففك ودانك. ايه الهبل ده، مفيش حاجه اسمها تففك ودانك اصلا. هو اصلا مفيش حاجه كمان اسمها تففك سنانك، الناس بتف تفاف عادي كده تفو. بس كفاك وقرف انتوا الاثنين. نيلي انا بقيت كويس. لا يا بابي انت مش كويس، عن اذنكم بقى عشان بابي محتاج يرتاح. ليه؟ اتفضلي خدي، خدي لك ميكروباص بقى ولا توك توك ولا الحاجات اللي بتركبوها دي، وانت والست اللي معاكي دي اتفضلي. لا حبيبتي خليهم لك، ينفعوكي تشتري بيهم شيرز ولا حاجه بدل الجاكيته المقزعره اللي انت لابساها دي. مقزعره؟ انت عارفه الجاكيت دي براند ايه اصلا؟ ايه يعني؟ برشكا؟ برشكا؟ الجاكيت دي حبيبتي تشتريكي انت والشارع بتاعك كله. ليه ان شاء الله؟ جاكيته ولا مزرعه في الصحراوي؟ يا بنات مش كده، كفاياكم زكفه. بابي انت تسكت خالص بالحاجات الغريبه اللي انت كلتها دي من فضلك. نيلي انت حبيبتي اللي بداتي. يعني انت معاهم عليا تاني؟ انا مع الحق. اوكي يا بابي نتحاسب في البيت، وكفايه كده عشان ما اقولكش حاجه تانيه قدامهم. باي باي. انا اسفه والله يا عمو، يعني هي اللي ابتدت بس كان لازم ارد عليها. لا حبيبتي مفيش حاجه، انت عارفه نيلي عصبيه بس بتطلع تطلع وبتنزل على ما فيش. لا 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 لا، اذا كانت ردت عليك انت شخصيا مش معقول، يعني دي قليله الادب، دي ما تربتش ربع ساعه. ما انا بقول لك هي عصبيه. لا 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 يا عمو لا، ما ينفعش بصراحه، عماله تهزقك قدام الناس. بصراحه حضرتك قليت في نظري جامد، مش معقول خليتك هزق. يا بنتي قلبها ابيض والله ما تقصدش. خلاص بقى يا شريان ما تسكتي بقى. سلامتك يا سي عبد الله، انا مكسوفه من روحي قوي. الزهر يا اخويا ان انا تقلت عليك. انت اللي مكسوفه. انا اللي مكسوف قوي، سرقت منك. وامتى؟ في كلام مهم قوي. ملحوق، استريح انت بس يومين ثلاثه في البيت، وصلوا بطولك كده، وبعدين نبقى نكمل كلام. لا بيت ايه اللي استريح فيه، انا هنزل الشغل فورا. سمعت الدكتور قال ان انا كويس، ده غير سيبك من الدكاتره دي كمان. يعني انا اول ما انزل الشغل هكلم الدكتور بتاعي، الدكتور ربيع، احسن دكتور في مصر، هيجي تبع الحالة. لا تنزل الشغل ازاي وانت تعبان كده؟ خلاص يا خالتي بيقول لك هينزل الشغل، وانا ان شاء الله من بكره هنزل استلم الشغل باذن الله، وبعدين هراعي عمي وادي له الدواء في ميعاده. خلاص يا خالتي. اه اذا كان كده معلش، خلاص بقى اللي تشوفوه. الحمد لله على سلامتك يا سي عبد الله. الله يسلمك. انا هبقى اعدي عليك في المكتب عشان اطمن عليك. تنوري الدنيا كلها يا ست صباح. تعيش يا سي عبد الله. سلامتك يا اخويا، الف سلامه. الله يسلمك يا غاليه. بعد اذنك. مع السلامه يا عمو، الف سلامه. خد بالك من روحك يا سي عبد الله. شوف بكره الدواء في ميعاده يا سي عبد الله. وبعد هالك صباح. استغفر الله العظيم يا رب، الحمد لله على كل شيء، يا رب صبرني. أنسة شريان، في واحدة بتسأل على حضرتك. واحدة؟ في إيه النهاردة بس؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا ألف نهار أبيض. فضايحتي يا ألف
نهار مبروك يا حبيبتي. المكتب الشيك ده بتاعك يا بنت. يا اختي علي يا حبيبه خالته، باينها بدت لك في القفص يا بنت. ايه اللي جابك يا خالتي؟ اقسى عليك، ايه اللي جابني؟ ويا بنت اللي انت لابساه فوق دماغك ده، انت بيشغلوكي هنا ايه؟ بتاعه شماسي بتفرديها يعني، ولا بتشتغلي هنا ايه بالظبط؟ معلش اصلها بتمطر عندي هنا. المهم انت ايه اللي جابك دلوقتي بس يا خالتي؟ اقسى عليكي تاني هتقولي لي ايه اللي جابك؟ بصي بقى، انا جايبه لك لقمه يا روح خالتك تاكليها كده بالهنا والشفا. لهوي جايبه لي اكل هنا في الشركه اكل؟ امال هجيب لك فين يعني؟ وبعدين انا فرحانه بيكي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل هنا ده؟ ايه الغاغه دي؟ احنا هنا فين؟ في شركه ولا في مولد؟ انا اسفه قوي يا مستر منير، وبعدين انا ما اعرفهاش اصلا. انت مين يا ابله؟ اخسى عليك يا بنت، بتتنكري مني؟ انت تاني يا شريهان؟ انا مش لا البتاع اللي على دماغي دي الاول وانا بكلمك. انا مش كل شويه حد يجي يزورك في الشركه، ما ينفعش. مشغلين عندنا مين؟ سوفينار؟ ايه يا اخوي مالك عمال تزعق فينا كده ليه؟ فزعت البيت وفزعتنا انا كمان. ايش حال يا اخويا اللي ما كانش عمها صاحب الشركه دي كلها؟ لو سمحت يا مدام، انا مش بكلمك، انا بوجه الكلام للموظفه اللي بتشتغل عندي. وبعدين يا شريهان، ايه الاشكال البلدي دي؟ بلدي؟ انا بلدي يا ابن السمن البلدي. تقصد مين بالسمن البلدي؟ استنى بنت، انا اعرف اكلم الاشكال دي كويس. خلاص يا خالتي بلاش ده، بلاش ده بالذات. ليه بلاش ده بالذات؟ ده مدير يا خالتي. ابوس مديرك؟ الراجل البطريق ده مديرك؟ بطريق الامن منير. في ايه؟ الحقني مستر عبد الله. ست صباح، اهلا وسهلا. ازيك يا سي عبدو؟ انا كويس الحمد لله. خير يا فندم، في ايه؟ تعالى يا اخويا شوف موظفينا عمال يشخط فيا من ساعة ما جيت وانا قاعدة عيط عيط. اتهنت والله. اتهنتي؟ مستر عبد الله انا اللي اتهنت. منير ارجوك، مستر عبد الله بليز ارجوك. منير اتحرك. موفيت. ميرسي. ناس اتفننوا واتحفوا، وناس اتكوروا واتحدفوا. الله على الزجل ده، مش ممكن. ده صلاح جاهين؟ دي صباح جاهين. طب مش تقولي لنا هاني من الجايه كنا على الاقل دهنا الارض مربى؟ والله يا سعبده انا ما كنتش جايه، بس البت الغلبانه دي صعبت علي، قلت اجيب لها حاجه تتوتت بيها. طب تصوري بقى ان انا زعلان؟ يعني تجيبي البنت لقمه وما تجيبيليش انا؟ ودي حاجه تفوتني يا سعبده. استنى بس، ده التقيل جاي ورا. لا يبقى ناكل في مكتبي بقى، وسع وتزروت براحتنا. اتفضلي يا هاني ما حصلك. طب والمكتب ده يروح له منين يا سعد؟ شوفي لو عديت المكتب الاول ولا اقول لك انت هتحسي بنفسك. حاضر، من عيني يا سعد. هروح اكل سعد الاول وبعدين ابقى ارجع لك، مش هتاخر. ماشي يا خالتي. قوي. اهلا اهلا شريهان. ايه يا عم؟ ايه يا حبيبتي، عامله ايه في الشغل هنا؟ الحمد لله يا عم. طب شوف انا عايز اقول لك على حاجه، لو عوزتي اي حاجه صغيره او كبيره ترجعي لي فورا او لمنير. ماشي. هي في بس حاجه واحده. طب انا استاذنك لاني مشغول جدا دلوقتي. طب هقول. باي باي. بيتك يا شيخ، بيتك بالهنا والشيف. انا عايزاك تخلص العكاوي دي كلها عشان اقرا لك الطاجن. ايه ده؟ انت بتعرفي تقري طاجن العكاوي؟ طب ده انا بعرف اقرا طاجن العكاوي بالبصل وطاجن الباميه بالدون. طيب يا ستي، الطاجن قدامك اهو. المستقبل قدام. ملحوظ؟ لا ده ملعلت كده. هتقابل واحده ست هتغير حياتك. دي بصل. ايوه، اصلها ست بنت بلد على ابوه. طيب بص يا ستي، انا راجل عادل عاوز اجي معاكي سكه. وانا بموت في الراجل العادل. حلو ده. بص يا ستي. لا اتعادل وقول عايز ايه وخلصني.
أنا قصدي يعني يعني عمو عبد الله في حاجة مهمة. إيه في إيه؟ إيه ده؟ أنتوا بتعملوا إيه؟ نعمل إيه؟ ما تعملش حاجة. إيه يا بت في إيه؟ قاعدة برغنة وسعب فيها حاجة دي؟ أنت إيه اللي دخلك من غير إذن؟ المركب اللي جاية من إيطاليا عليها الأستاذ منير. نعم؟ الأستاذ منير ده رئيسك المباشر، تروح تبلغيه وهو يجي يقول لي في ايه. اتفضلي. ماشي، سلام عليكم. وعليكم السلام. اللي احنا كنا بنقول ايه؟ كنت بقول يعني لو تخش في الموضوع يا سي عبدو. هو موضوع يعني كنت عايز اقول يعني قول يا اخويا، انا مرارتي ضيقه ما تستحملش. لا الف سلامة على مرارتك. ايه رايك في ورقتين عرفي وتنوري شقه المهندسين؟ لا بطلت. هو ايه ده اللي بطلتيه؟ العرفي بيجيب مشاكل. حلو قوي، يغوروا الورقتين وبرضه تنوري شقه المهندسين. اصل انا يا اخويا ماليش في الشمال، ولو كان ليا في الشمال كان الحال بقى غير الحال. ما عطلتش. لا استني بس، رايحه فين؟ وحلها ازاي دي؟ تتحل بالمأذون والفرح على سنة الله ورسول، وما تطبقش في الوجه كتير، مش كويسة على الكولون. فوتك بعافية يا سي عبدو. حاسب، وسع وسع وسع. تعلن شركة مصر للطيران عن وصول رحلة البحرين اللي عليها أحلى عروسين. وسع 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 وسع، نحييهم من قلبنا يخليهم ربنا. سكة حديد مصرية عرسنا مية مية، سكة حديد مصرية عرسنا مية مية. يا عم قول وانا قول، يا عم رش الكروس، يا عم قول وانا قول، يا عم رش الكروس. احنا بتوع المزامير وصل من كده بكتير، احنا بتوع المزامير وصل من كده بكتير. احنا فريق الكوكواوا كوكواوا، احنا فريق الكوكواوا. من اللي حبيبتي معقوله جايه تنيني؟ بليز ابعد عني، انا مش مصدقه. انت ازاي مش مستخبي؟ ازاي مش مكسوف؟ انت عازم قرايبنا، عازم ناس معاك في الشغل. ملي في ايه بس؟ هي اللي طلبت الحقيقه، وبعدين انا شايف ان ده حقها. كسر حقها. كسر حقها. هو ايه حقها ده اصلا؟ حقها ده شيء مصغر من الحق الكبير، يعني حق زي بقها؟ لا مش عضو في الجسم خالص. حقها ده شيء معنوي. حقها يعني هيقول لك خد بالك حقها. تؤذى فيها، تؤذى فيها دلوقتي، يخرب بيتها هي وحقها واهلها والقرف اللي هي جايبه لنا في حياتنا. بابي لو سمحت يا بابي، انا اول مره في حياتي اترجى حد. I'm begging you، لو انت مش خايف على مستقبلك، خايف على مستقبلي انا، خايف عليا، من فضلك وقف القرف اللي احنا فيه ده. حاضر يا حبيبتي، حاضر. بس انت اوفر قوي. بابا يا بابا، نسبة زيت معاك مش ممكن يعني بجد. انت بتعملي ايه يا ولية؟ مش انا اللي بعمل، ده هو اللي بيعمل. هو وانت بتهببه ايه؟ الواد كان محظور وعايز يشخ، والكنيف عندكم مشغول، يصير ورا المسرح ولا يصير هنا في المايه؟ انت بتقولي ايه؟ انا مش فاهمه منك حاجه. بس يا حبيبي كفايه، ايه كل المايه دي؟ هو شارب ايه؟ هيشرب ايه يعني؟ شارب ازازتين بير. اطلعوا بره، بره البيت خالص، يلا بره. ماشي يا اختي ماشي. يلا امشي. يلا يا ابني يلا امشي. امشي بقى. يلا. يعني اولع في البول ولا اولع في البيت ولا اولع في نفسي؟ ربنا يسامحك يا بابي، يا رب الزفته دي تعدك بالليل. نيلي انكل سليم تعالي. ايه ده حضرتك عامل كده ليه؟
واحد انتهز من الموبايل بتاعي فصل شحن، جابني هنا وقلبني، سرق كل حاجة، محفظة، موبايل، ساعة، كل حاجة. واحد منين؟ من الشارع؟ من هنا. من دول؟ معلش يا انكل، ام فيري سوري، مش عارفة اقول لحضرتك ايه. طب تعالى اجيب لك حاجة تلبسها. يا ريت والنبي. ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ ايه اللي انت بتعمليه ده يا بنت عمي؟ طب اقفي في ديره ولا حاجه، استري على نفسك. وبعدين مين ده؟ مدير البحر؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت اتجننتي؟ اتجننتي ايه يا حبيبتي؟ انت عايزيني اكدب عينيا؟ واقفه مع راجل غريب في الزنقور بمنظره ده، هتكونوا بتعملوا ايه يعني؟ بتلعبوا استيميشن؟ يمكن كان بيعلمها فنون القتال. بس يا متخلف انت وهي، ده انكل سليم قريبنا، وواحد من الزباله اللي انتوا عازمينهم هو اللي عمل فيه كده وسرقه. لا حاسبي على كلامك يا حبيبتي وفرملي عندك، احنا ما نعرفش ناس زباله، وبعدين احنا شعرفنا، ما يمكن هو جاي الفرح مهاوي على نفسه كده. جاي فرح مهاوي ازاي؟ هو جربوع زيكم؟ ما تلمي نفسك يا حبيبتي، احنا ما نعرفش جرابيع، الناس اللي جوه دول اشرف منك واشرف من اللي تعرفيهم كلهم، على الاقل جايين بملبسهم. خلاص اهدي يا شوشو اهدي، خلاص يا استاذه نيلي، احنا هنحل الموضوع ده. هو بقول لك ايه، مش يمكن يكون الواد ايمن قرده هو اللي عمل الحوار ده؟ هو انت عزمت ايمن قرده؟ انا اضطريت غصب عني، ده مثبتني انا مرتين يا هاني. طب هنجيبه منين دلوقتي؟ هيكون فين يعني؟ يا اما في بيتهم يا اما في شارع عبد العزيز بيفور الحاجه اللي معاه. ما تقلقش يا حاج، حاجتك عندي انا هجيبها لك. حاجه ايه اللي هتجيبها له؟ انا هحبسكم كلكم. الحق عليا ان احنا عايزين نساعدكم. تساعدوا مين يا حراميه يا باور؟ باور ايه؟ نور يا ابله. Whatever. انا هكلم البوليس حالا عشان يجي يقبض عليكم. اعملي اللي انت عايزاه، انت هتقرفينا. الو بوليس، ممكن اعمل اوردر لو سمحت؟ عايزه ابلغ عن سرقه في فيلا عبد الله مكاوي. يا نهار اسود، حضرت الظابط، ايه السيرفيس التحفه دي؟ انا لسه قافله حالا، جيته بسرعه قوي. لو سمحت انا عايزك تقبض لي على دي ودي والولد ده، اسمه هاني الارنوب. ارنوب ده ايه؟ دبدوب يا باشا. هو ايه اللي قبض على دي ودي ودي؟ لا يا باشا، انا اللي عايزه ابلغ عن البت دي، قفشتها في وضع مخل مع راجل، هتلاقيه متلقح هناك كده في دروه بملابسه التحتانيه. ايه الادب بتاعتك دي يا مجنون؟ ده انكل سليم. يلا يا ساعه يا بتاعت انكل سليم. بس بس بلاش كلام فارغ، انت عبد الله مكاوي؟ ايوه. انا معايا امر بالقبض عليك، اتفضل معايا. ليه؟ دي مراتي. انا مالي بمراتك؟ انت شركتك تملك باخره كانت طالعه من ايطاليا للصين. ايوه. اتفضل معايا عشان الباخره دي غرقت. طب وانا مالي يا فندم؟ وانا اللي سوقتها؟ لا، احنا مسكنا السواق. اتفضل. لا لا لا، يا لهوي يا خالد. اتفضل. طب لو سمحت يعني ممكن اكلم اللوير بتاعه بس يجي الاول؟ يا باشا الدعاري. يا لهوي، بس بقى. هاي ريسو، ام فاين الحمد لله. مفيش مركب من بتوعنا غرقت في اوشن وعليها بضاعه كتير قوي، فالشركات اصحاب البضاعه هم اللي قدموا بلاغ في بابي. واضح ان في ناس وشهم حلو قوي علينا. طب اديها بالجزمه دي ولا اعمل فيها ايه؟ خالتي استني بس، ما هي عندها حق الصراحه، ده احنا قدمنا محني، ده احنا جبنا ده غير راجل، ده من يوم ما عرفنا وهو ما بين المستشفيات واللي قسامه هيسجن اهو. طب اخرسي بقى، اخرسي بقى واسكتي وتنيلي على عيني. قالوا لنا انه هيخرج بعد شويه، بس قالوا لنا هيخرج بكفوله، ده نوع من انواع العقاب؟ كفاله. اوكي، ايه الكفاله دي؟ تعبته. اقفل يا سو دلوقتي، باي. طب يا عبد الله بيه، اسيبك انا اروح الحمام وبكره الصبح نتقابل ان شاء الله. وانت تستنى في الحمام لغايه بكره يا منير؟ يا دوب يا عبد الله بيه. بنوي بنوي جوزي حبيبي، الحمد لله على السلامه يا سعد. الله يسلمك. شده وتزول يا عمو. شكرا يا بنتي. بابي طلق الست دي دلوقتي حالا، دي وشها وحش قوي عليك من اول يوم المركب غرقت، امال بعد 2 ويكس هتعملي فينا ايه؟ اوعى تصدقها يا سي عبدو، ده انا وشي حلو قوي. اوعى يا اخويا تطلقني، ده انا ادمي حلو.
هي بس اللي من نفسنا مني شوية. أنا إيه؟ أيوة من نفسنا مني، من ساعة ما شفتيني لابسة فستان الفرح وانتي مش طايقة نفسي. بس 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 فستانك ده اسكتي خالص. اسكتي خالص؟ بقولك إيه يا بتنتي، أنا خلقي في مناخيري ومش مستحملة ومش ناقصاكي، كفاية البتاع ده طايق على نفسي. ما هو طايق على نفسنا كلنا، انتي اللي مش متعودة. انتي مش عارفك يا بنتي، انتي كانت متعودة ومش متعودة. اسكتي يا ملزقة يا متفتفة. أيوة ده ما تقوليش ملزقة يا متفتفة. اسكتي يا نضيف. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ انا مش مصدق. هاو صباح، انا تعبان. سلامتك يا حبيبي. طب اروح. يلا يا اخوي حط ايدك في ايدي كده، بس كان نفسي نتزف الاول يعني يا سي عبده. مش مهم، ما تسمعيني زغروطه يا بنت. ريحتهم رهيبه. استاذ عبد الله انا اسف، شركة التأمين اشترت حمل الخسائر اللي على الباخرة. الباخرة اتحركت من مينا وكان عليها حمولة زيادة، معنى كده ان انتوا ما اتبعتوش قواعد الأمان. يا أستاذ سامح، يا أستاذ سامح، كل المعلومات اللي عند حضرتك معلومات مغلوطة. وبعدين أنا مش فاهم إزاي شركة تأمين كبيرة زي حضرتك. لا هي كبيرة، أنا بحبهم جدا. واسمهم زي الطبل في السوق. لا هي زي الطبل. يعني مفيش كلام، ازاي يعتمدوا على معلومات مغلوطة ومشكوك في صحتها للدرجات؟ كل الكلام ده مش هغير حاجة من الموضوع. طب انا مش هتكلم، عبد الله بيه هو اللي هيقول لك الحقيقة. اتفضل يا فندم. اتفضل. انا صرف. طيب شوف يا سيد وائل. سامح يا فندم. سامح سوري. شوف يا سيد وائل، انا هلخص لك الموضوع في الآتي. هو الراجل القبطان طلع بالمركب، قال دعاء السفر، سمى الله، حاطط بنزين، شاف بنزينه، شاف ميته، شاف زيته، شاف فلاتره، كله تمام. وهو ماشي في عرض البحر زي الفل، طلع له بلد ابن حرام بجيتسكي وصيني كمان. ومش مترخص يا فندم. ومش مترخص. تمام؟ قعد يزوله في البحر، كسر عليه. يطير الولد؟ يطير روح؟ اطلق المنطق بيقول كده، فداه. في الثانية لقى جبل جليدي قدامه، راح داخل في الجبل الجليدي، قسم المركب نصين وغرق زي تايتانيك. هو تايتانيك كان حد حاسبهم؟ لا. والفيلم كسر الدنيا وجاب فلوس قد كده، تعرف جاب فلوس قد ايه؟ تايتانيك؟ كتير. ومع ذلك يا سيدي، مسألة بمنتهى البساطة يعني، الحمد لله رب العالمين زي ما بيتقال انها جت في الصاج وجت في شوية فلوس علينا وعليك مش أكتر يعني. ايه اللي حضرتك بتقوله يا أستاذ عبد الله؟ أستاذ عبد الله اتفضل. أهو أهو الملف اللي بيثبت صحة كلامنا مليون في المية. اتفضل يا فندم. اتفضل. يا سامح بيه، احنا شركة كبيرة، شركة عريقة. تمام، احنا هنعيد التحقيق، بس من وجهة نظر أنا الشخصية المسؤولية على حضرتك يا أستاذ عبد الله. لا معلش يا باشا، ثانية واحدة، مستر عبد الله ملوش أي علاقة بالموضوع ده. أشطر وأمهر موظفة عندي، اسمع منها واستفاد. مستر منير هو المسؤول. أنا؟ أيوة أنت يا شيخ، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. حرام عليك بقى، إيه الكذب ده؟ مش دي الشحنة اللي طلعناها وغرقت بالمركب اللي فيها؟ وأنا حذرتك بدل مرة تلاتة، فاكر؟ لما كانت المجاري طافحة في أوضتك قعدت تقول لك خلي بالك الحمولة زيادة المركب هتغرق، قلت لي مالكيش دعوة خليكي في نفسك؟ دي بتتكلم على موضوع تاني خالص يا فندم. الباخرة بتاعت السويد يا عبد الله بيه، فاكرها؟ الباخرة بتاعت السويد؟ لا دي كانت مسؤوليتنا واحنا تحملنا كافة المصاريف. لا 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 بتاعت سويد. أيوة. لا سويد ايه، انا مش بتكلم عن السويد، انا بتكلم عن المركب اللي طلعت من ايطاليا للصين اللي كان رقمها 444 على الف به ته، صح؟ دي واحدة مجنونة جايبانها تسترزق في الشركة. مجنونة؟ طب انا هوريك بقى الجنان اللي على اصله، عشان انا كنت متأكدة ان انت هتعمل مكيدة في عمو عبد الله. اتفضل يا باشا، ادي نسخة من المستندات اللي تثبت كلامي ده. اتفضل. عم 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 ده انا هوريلك. ايه رأيك بقى يا عمو؟ انا عايزك تحمد ربنا ان انا جيت لك في الوقت المناسب انقذك من مستر فلايت الشرير. رأيي روح يا شيخ الله يخرب بيتك. الحقيقة انا اسف اللي هقوله دلوقتي، بس انا مضطر. صراحة المركب اللي غرقت سببت لي مشاكل كتير قوي، منها ان انا بقيت مديون بحوالي 100 مليون جنيه ويمكن اكتر. يا لا 100 مليون جنيه؟ ما شاء الله انتوا اغنياء قوي كده. كنا اغنياء قوي كده، انما دلوقتي اللي حصل حصل، فانا مضطر ابيع حاجات كتير قوي، منها الفيلا اللي احنا عايشين فيها ديت، وهنضطر نقعد في الدوبلكس
بتاعت زايد واسعه وتسامح الحبايب مليون. مستر عبد الله. ايوه. شقه زايد اول حاجه هتتباع. اه طيب احنا هنضطر نعيش في شقه الزمالك، لطيفه وبتطل على. مستر عبد الله. ايوه. شقه الزمالك بح. اوكي. طب احنا هنعيش في شقه المنيره برضو، كويسه والناس هناك طيبين قوي. مستر عبد الله، شقه المنيره فنيخت. طب احنا هنعيش تحت كوبري الدقي، قريبين من وسط البلد وضل برضو هناك عشان بس مستر منير يرتاح. هعيش فين؟ المشكله مش انك تعيش فين يا مستر عبد الله، المشكله انك بعد ما تبيع كل الاملاك اللي عندك برضو هيفضل عليك فلوس، ولو ما سددتهاش انا اسف يعني انا اسف هتتحبس. بعد الشر عليه، تف من بقك يا استاذ بطريق. لا يا سي عبد الله ما تخافش، ان شاء الله يا اخويا مفيش حبس ولا حاجه. خد خد كل سكتي اهي، حتى شبكتي كمان خدها اهي برضو تفك زنقه. ده العشم برضو يا صباح، خلي شبكتك معاكي. عمو انا كمان عندي دفتر توفير في قرشين كويسين ينفع، وفي برضو سلسله وحلقين. في ايه ماما؟ ما ينفعش. ايه ده؟ ما ينفعش لو حضرتك يعني حابب تاخدهم يعني. شاكر يا بنت، شايلك العوزه. طيب لمؤاخذه يا جماعه، يعني في حد معاه فكة 20؟ عشان ايه؟ اصل انا والله يا عم عبد الله معايا 20 جنيه بس اهي والله، فيعني اكيد مش هتاخدها كلها، يعني خد 15 وانا 5، او اقول لك خد 10 وانا 10 عشان اكيد المواصلات برضو واحنا راجعين، فهبقى محتاج فلوس. في اقتراح لطيف برضو. اتفضل. رجع ال 20 جنيه للمحفظه. لا ما يصحش يا عم عبد الله. رجعها. طيب ربنا يكرمك يا رب. مام انا كنت طمعان في مام. مام بليز. راجل بيكلمك. مام ماما توحشنا قوي. ايه ده انتوا كلكم بتبصوا لي كده ليه؟ بابي ماي جولري نو واي. ايه الجولري ده يا سي عبدل؟ الكلى. اه طب وبعدين يا سي عبدو هتعمل ايه يا اخويا بعد ما الكل تخلى عنك؟ ولا يهمك يا صباح، انا كنت محضر خطه بديله. انا ههرب. بكره الساعه 10 بالليل هنزل انا ونيلي وشريهان وهاني من الفيلا. ناخد العربيه ونطلع على اسكندريه، بس لازم اكون هناك قبل الساعة 1 بالليل عشان الحق المركب اللي هتطلعني على قبرص. اتفضل. رخص يا ريس. او ماي جود، ايه الزحمة دي؟ ده كمين. كمين؟ طب هنعمل ايه؟ بقول لك لفي وارجعي. احنا مش هينفع نفضل مستنيين في الطابور، هنتأخر على ميعاد المركب. طب بصوا مثلوا انكم عيانين وانا هتصرف. مين دول اللي عيانين؟ هتودينا في داهية. مثلي. ما بتعرفيش تمثلي؟ انا كنت شاطرة قوي في التمثيل في المدرسة. هتعملي ايه؟ هتعملي ايه؟ تراست مي. مش هينفع مش هينفع. اسكت. بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ بس اسكت. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بتعملي ايه يا استاذ؟ لو سمحت افتح اللجنة بسرعة، معايا حالة طارئة. حالة طارئة يعني ايه؟ معايا 2 متخلفين لازم يروحوا مستشفى المجانين دلوقتي. متخلفين؟ ما تقربش ما تقربش هيعضوك. يعضوني يعني ايه؟ انت معاك بطاقة يالا؟ ايوه معايا بطاقة يا باشا، بس ارد على الولد بس واطلع لك البطاقة على طول. طب انزلوا لي بقى كلكم يلا. لو ما فتحتش اللجنة دلوقتي مش هيحصل لك كويس. يعني ايه مش هيحصل لي كويس؟ تعالى يا ابني نزل الناس دي كلها. لا 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 بقول لك ايه، انت ما تزعقليش وتكلمني بالطريقة دي، انت ما تعرفش انا مين؟ هتكوني مين يعني؟ أنا بقى هعرفك أنا مين وبنت مين. بابي بابي اتفضل قول له مين حضرتك. خير يا حضرة الظابط؟ في حاجة؟ بس ما أنت إزاي تفتح عليا كده؟ مش يمكن قلع؟ بابي
صباح ازيك؟ ازيك سعدت وحشتي. ازيك يا عمو؟ ممكن لو سمحتي اسلم على بابايا؟ هاي سود على الغلاسه. هاي حبيبي، هاو از ات جوينج هير؟ كويس؟ ازيك؟ الحمد لله. اقعدي يا حبيبي، اقعدي. اقسمكم 10 دقايق تاخذوا راحتكم. اتفضل. شكرا يا فندم. عامل ايه في الحبس يا اخوي؟ تعبان قوي صباح، تعبان. بابي حاول تستفيد من الاكسبيرينس اللي انت فيها، ممكن تسلي وقتك بالقرايه مثلا، اكيد في مكتبه في السجن، او ممكن تلعب رياضه، تنس، باسكت، عشان تخس شويه. حبيبتي وانا محبوس في الصاله المغطاه؟ مفيش الحاجات دي هنا. ازاي يا بابي؟ انا بشوفهم في الافلام بره بيكون عندهم حوش وفي ملعب والمساجين بتلعب فيه باسكت. بره المساجين بيلعبوا في الحوش، إنما هنا بيلعبوا في المساجين في الحوش. طب عمو جرب تعمل حاجة مختلفة، يعني اتعرف على ناس جديدة مثلا. أنا بالفعل اتعرفت على أصدقاء لطاف قوي، الأخ باستيلا، سيد عضة، رهيب زبالة، ناس جميلة جدا، بس هم لو زي ما تقولوا أقامت صداقات مهولين عليها كتير. بقول لك إيه يا سعد؟ قولي يا حبيبتي. انت في حد ضايقك؟ سوري، معنى ضايقك يا سي عبدو؟ ضايقك قول، ما تتكسفش، ما انا قصي اتحبست قبل كده. And you're proud. لانه لا لا، انا راجل راجل يا صباح. حبيبتي انا بحطت ايدك تلاقيش. عمو تحب مثلا الزياره الجايه ندخلك شريطين باركينول؟ لا، بمعنى اللي هي بلابيع يا عمو، الصراصير دي بتطير سنين السجن هوا، انت تضرب الفرده من دول تلاقي العمر بيجري معاك كده. شريان انت عارف حبيبتي انا ما ضربتش كيمياء من امتى؟ من امتى؟ من زمن طويل جدا، ايام الكودافين ما كان ب 15 جنيه. خلاص انا بس الحاسس في نفسي قوي ان اتحبس وافلس في نفس الوقت، ويا ترى هخرج من السجن ده ولا مش هخرج؟ ولو خرجت اعيش ازاي؟ مش لو كان ابوك الله يرحمه بقى ساب لكم القرشين اللي عملهم على قلبه قد كده، مش كان زمانهم دلوقتي فكوا ازمه بدل ثروته اللي مش عارفين مخبيها فين؟ المهم سيبوكم مني انا، انتوا عاملين ايه؟ عايشين ازاي؟ احنا الحمد لله كويسين، ما تشغلش بالك انت يا عم. اتكلمي عن نفسك انت يا حبيبتي. بابي احنا مش كويسين خالص، احنا ضايعين، انا بنهار. هيحجزوا على الفيلا بكره وانا اخدوا عربيتي ومعيش ولا مليم. ممكن بليز تديني 10 15 الف جنيه اتصرف بيهم بس الثلاث ايام دول؟ انت بتقولي ايه؟ انا معيش 13 جنيه على بعض، انت لو تعرفي انا هربت دي منهم ازاي. طب خبي اخويا لحد يشوفها، خبي. خلاص يا عم ما تقلقش، احنا كده كده هناخد نيلي تعيش معانا. اعيش معاكوا فين؟ انت اتجننتي؟ انت تطولي جننت ايه؟ امال هتعيشي فين؟ انا كوين ان، مليون الف حد في العالم يتمنى ان انا اكلمه بس مش اعيش معاه. برضو احسن روحي الكويت ان بتاعتك دي وعيشي فيها. لا حبيبتي هي كوين ان، هتعيش فين بقى ده اللي هنعرفه بعدين. بابي ما تشرحش، دول ما بيفهموش، they will never understand، دول في الكنافه. هي بتشتمني يا سعدو؟ لا يا حبيبتي في الكنافه، احنا انت عارفه كعيله بنحب الكنافه او بنعشق الكنافه. وحشتوني قوي قوي، انتوا عارفين من كتر قعدتي في السجن اكتشفت ان احنا قوتنا في لمتنا. انتوا وحشتوني قوي، انا كنت متاكد انكم مش هتغيبوا عني اكتر من كده، وانكم تيجوا تزوروني على طول. بس احنا عايزينك في موضوع تاني خالص. والله خير؟ احنا عرفنا ازاي هنوصل للثروه بتاعت جدو. ثروه داد؟ ازاي؟ هاو؟ فاكر المجله اللي سابها جدو اللي ماما ميمي ماسكاها طول الوقت؟ ايوه بلا. لقينا فيها مسج من جدو بيقول لنا ازاي هنوصل للفلوس. مسج في المجله؟ ازاي؟ هاو؟ ما هو انا حليت الكلمات المتقاطعه ولقيت فيها رساله بيقول فيها ان الثروه في لغز ميكي، حاولنا بقى نقرا اللغز وما فهمناش حاجه. ايوه هو اللغز بيبقى صعب شويه، بس انتوا فاتتكم حاجه، الحل بيبقى المقلوب دايما. ايوه ما احنا حلينا بالمقلوب وما فهمناش حاجه برضه. طب هو اللغز كان بيقول ايه بالظبط؟ ثانيه واحده اتفضل. ايه ده؟ انتوا جبتوا المجله دي ازاي من ماما ميمي؟ ازاي؟ هاو؟ ما هي خالتي حطت لها حبيتين اباتريل في الشاي كومها. هو
مش ممكن بندو ده، انا متربي على بندو. سيبك من بندو وخليك مع ميكي، عرفت تحل اللغز؟ بس هو المسألة صعبة، بس يمكن. يمكن ايه؟ يمكن يقصد بمكتب الدمنهوري ده المرسم بتاعه؟ ايه علاقة الدمنهوري بمرسم جده؟ المرسم بتاع جده كان في عمارة اسمها عمارة الدمنهوري نسبة لصاحبها، حتى احنا كنا مسميين المرسم او المكتب يعني مكتب الدمنهوري. طيب يبقى الحل في المرسم ده، نوصل احنا للمرسم ده ازاي؟ المرسم ده في وسط البلد، بس مش هينفع تروحه من غير بندق، لان بندق هو اللي معاه المفاتيح. مش وقت استظراف خالص يا عمو، انجز. بندق ايه؟ يا بنتي انا ما بهزرش، انا بتكلم جد. نيلي ما تشوفي بابي عشان بيهزر جامد. بابي لخص، مين بندق ده؟ بندق ده يبقى عم بنداري، وده المساعد بتاع جده وكاتب اسراره، الراجل ده هو اللي مربينا، جده ما كانش بياخده خطوه من غيره. بنداري يبقى بندق، وبندق يبقى هو بنداري. طيب احنا نوصل لبنداري ده ازاي بقى؟ بسيطه قوي، انا معايا عنوانه.